كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 19 و20 من سبتمبر الماضي وصدر مساء أمس، كشف أن مسؤولي المجلس بحثوا الضبابية المحيطة بالاقتصاد وأسعار النفط والأسواق المالية باعتبارها تدعو للحذر في تحديد المدى المناسب لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى، وأشاروا إلى أن ارتفاع عوائد السندات يعد عاملاً قد يسمح لهم بإنهاء دورة رفع معدلات الفائدة. يذكر أن المستثمرين يترقبون اليوم صدور بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.